مذخرة يجعلك الله تعالى فيه من أهل الجنة. إنونا لزوجة إبراهيم عليه السلام عنده رخوة كرم كنت لزنبيتي يسون فنو وسيتي ديزونج يسون فنو دون إماج ديزان فتما يسون فاسي سوف إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ الرخوة يعني إلي بختي خفية سون إليكسي وبسرعة Il leur a proposé عجل سمين. قال ألا تأكلون كل وهذا من الكرم العظيم. لم بيتي تبا بلو قدير أسو يا جل دون الكفي أسو جل في سار أسو جل في سار لا أقوز كل دون الوي قل كل هذا من شيء الكرم. فأطاب الطعام إطعام الطعام فيه درجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولما تطعم الطعام حتى أهلك quand tu vas faire les courses et tu ramènes à manger à ta famille, mets une attention, tout'imuhum min al-halal yataqawwaw ala ta'atillah. Tu leur ramènes à manger pour qu'ils auront la bonne santé pour qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta al-luqmada tada'uha fi zawjati sadaqa. T'achètes une baguette, tu la ramènes à tes enfants, c'est une sadaqa. Alors mina al-niyya نية الإحسان والتوسيع للأهل وللزوجة ونية النفقة وإطعام الطعام يجبيتون لفوا هذه العبادة يعني كالبسوس نتوس ولفي أبيتيالمون ومن نية العبادة إتى بذلك أجر عند الله تعالى. وصلى بالليل والناس نيام وهذا مطلق طوال العام إنسان يصلي لله سبحانه وتعالى بالليل وفي رمضان خاص العبادة القيام pendant le mois de رمضان c'est quelque chose particulier أن يجتمع الإمام مع المصلين ويقفون بين يدي رب العالمين والقراءة تكون فيها تفضيلة والدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى. فإطعام الطعام والصلاة بالليل تجعل لك هذه الدرجة. يقول لا بني زنوي الليل وأنا أبشركم بحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم لقبة صلى الله عليه وسلم التي أرسي بنوبل أسكي مخش دون لنوي ستبنو دوشيبو يعني أبخي المغرب كم الظلام يكون بسرتي أبخي التراويح سيكوسي الظلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. La lumière complète toujours plus mon dernier. Vous savez que ma mahir yawm al-qiyama dhulma khasatan ala al-kuffar hatta idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al illahu lahu nur fa ma lahu min nur. La lumière au jour du jugement dernier elle est pour certaines personnes particulières. Hatta nabi sallallahu alayhi wa sallam dhakar bi anna al-munafiq il aura la lumière dans son orteil, كبير في قدمه, quand il s'allume, il met un point. Quand il s'éteint, il est dans l'obscurité. فالظلام. ظلمات. بعضها فوق بعض. ولكن المؤمنون, les croyants, Allah Ta'ala, ils leur donnent de la lumière. Et la lumière rassemble les actions. Mais il y a une lumière complète. بشر المشائين في الظلم بالنور التام. يوم القيامة المشائين سيسوكي بيانا لبخيار العشاء لبخيار الفجر وهذا فيه دليل فضل هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العشاء. Et le conseil qu'on va donner à nos frères qu'on profite cette occasion وهذا رمضان إن شاء الله تعالى أن الإنسان عليه أن يثبت على الدين يعني cette عبادة سيبقى pendant le mois de رمضان وقال اللهم بارك المسجد اللي يغطي إمام tous les étages sont remplis. نعمة كبيرة من الله سبحانه. Vous êtes tous venus chercher la miséricorde d'Allah pendant ce mois. ولكن après le ramadan, هل يليق بالإنسان بعد رمضان يفرط في صلاته؟ Après le ramadan, on va négliger la prière, on va négliger صلاة الجماعة, on va négliger de venir à la mosquée, on va négliger de faire le dua. Ça y est, le Coran, on va le ronger, on va le négliger. لا يليق.
الذي يعبد الله سبحانه وتعالى يعبده طوال حياته. Puisque tu respires toujours dans ce monde, tu adores Allah سبحانه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين c'est la mort. C'est le mort. فالإنسان لا يدري بما يختار له. ولهذا يسأل الله تعالى الثبات. Parmi les du'as de النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. حتى أنس بن مالك قال لا يوجد دعاء أكثر كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. Parmi les du'as que le prophète صلى الله عليه وسلم les dit régulièrement, يسأل الله تعالى الثبات مع أنه رسول الأمة. Le message est d'Allah. ويقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا الثبات على دين الله تعالى شيء عزيز. فاسأل الله تعالى الثبات. رغم كل رمضان إن شاء الله نثبت على هذه على ما تعودنا وما عبدنا الله تعالى في رمضان. Et le dernier message aujourd'hui c'est une nuit impaire. Et parmi les du'as qu'il faut répéter particulièrement aussi dans la nuit impaire, c'est le du'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait à Aïcha. Allahumma innaka afoumoun tuhibbul afwa fa'afou anni, au singulier, fa'afou anna, au pluriel. اللهم اعف عنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم تقبل منا اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا واجعلنا عندك يا ربنا من المقبولين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لعبادتك. اللهم انا نسالك الثبات على التوحيد ونعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. Hayya lil falah.
avant garde de tenir le soir.